كريم، عايزين النادي نسال الاهلي بتاعه مؤمن يا كريم لو سمحت. كان واضح خلال الفتره اللي فاتت. الاول كابتن ميدو عايز اسال سؤال، اتفضل يا كابتن ميدو. يعني مؤمن تمركزه في الهدف، ودي التمركز اللي بيعمله مؤمن او اللي عمله النهارده بيعمله في معظم الاهداف اللي جابها، تمركزه في الهدف، خد خطوه لورا قبل ما الثرو باص يجي له اساسا. كان مين اللي عمل الثرو باص يا بلال؟ قبل ما ناصر ماهر يعمل الكروس هو واخد تمركز وخد خطوه لورا زي ما يكون عارف ان الكوره هتجي له. هل كان متوقع ان هو يحرز هدف؟ وبعدين قول له لما قلع التيشيرت العضلات بتاعته فين؟ انا هاخد اخر سؤال، انا قلعت التيشيرت العضلات بتاعتك فين؟ لا ده الضغط لسه واحده واحده لسه. يعني مثلا الماتش ده يعني يعتبر 6 دقايق مثلا من شهرين، بعيد خالص. لا شهرين كتير، حتى ده في اوقات كنتش بشارك مثلا في التقسيمك، ما اعرفش ليه يعني حاجات. خليني ساكت احسن، خليني ساكت ما اتكلمش. الواحد يعني الحمد لله.